والطبيعة ملهمة الكثير من الفنانين، وإدريس الإدريسي عازف آلة لوتار واحد منهم، ابن الأطلس المتوسط الذي عشق أنغام لوتار وألهمته ظروف جائحة كورونا لينظم شعرا. روبورتاج سميرة أصبان وأحمد الفاضل. هائم بالمقامات والأنغام وعاشق أكثر لآلة لوتار، بين أحضان الطبيعة يحلو العزف لإدريس ابن الأطلس المتوسط. ظروف جائحة كورونا أبعدته عن جمهور كان يستمتع بمتابعة نغمات عذبة تتسرب بكل احترافية من بين أنامله، والآن ها هو يعود إلى مصدر إلهامه. من ولا التخفيف ديال الحجر الصحي بعد ما كنا محرومين من هذه الأجواء، هذه محرومين من الطبيعة هذه، الحمد لله جات الفرصة، هزيت لوطار ديالي جيت لهنايا للطبيعة، لأن تيقول لك الإنسان ابن بيئته، وحتى هذا لوطار هذا راه هو أصلا هو مصنوع من الطبيعة، وهذا هو المتنفس ديالنا الحمد لله. احترف العزف منذ أزيد من عقدين من الزمن، ألهمته ظروف كورونا لنظم أبيات شعرية بلسان أمازيغي. آلة لوتار صارت قطعة من روحه، سؤال الفراق صار مستحيلا بالنسبة إليه. بالنسبة للوتار، هذا لوتار هذا راه واحد بحال واحد في ولادي، عندي وليداتي ودائما تناخذ الاحتياطات ديالي وتنصحهم وتنقول لهم بان هذا الوباء راه صعيب راه خطير، وما فهموا داك الشيء من طبيعه الحال راهم فهموه، وديما تيعقموا يديهم ديما تيغسلوا بالصابون، وحتى حنا كذلك. بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي عادت اصابع ادريس لتداعب اوتار آلته الموسيقيه في الهواء الطلق، يحكي بانغامه وشعره تجربة صمود مغربي أمام جائحة أرهقت البشرية.